شلونك يا فارس وشلون الشغل؟ الحمد لله مختار، ساتر الله. ان شاء الله مرتاح بالسكنة الجديدة. الحمد لله ماشي الحال. شاهر يا مشاهر، خير يا مو؟ شو في يا مو؟ لحد هلا ما حدا جاب الكفن. قل له لابو نجيب خليه يبعت حدا يجيب الكفن. ماشي يا مو ماشي. ابو نجيب شو سيدي لقيت الذهب؟ هلا وقت الذهب لك ابو نجيب، ما تروح جيب الكفن وتوابعه، حريم عم يستنوا. استرعبتك هون، استرعبتك يا جماعه، الموت. لا 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 لا، ساعدوه يا رجال ساعدوه. وحد الله يا ابو نجيب، وحد الله، وحد الله يا ابو نجيب، وحد الله. صحوه شباب صحوه، عبين ما روح جيب الكفن ويرجع. لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا شوفوا المعوض، شوفوا لما قالوا له روح جيب الكفن غط على قلبه غار، بس لما قال له رايح جيبه ليكو صحي. هب صحي حريمة، عوضين ان شاء الله. أهلين من عمتي، تعال شلك دانك تعفو. كتر خيرك يا مخالي. صحيح ما قلت لي ضبيت أغراضك مشان تروح على العسكرية؟ أنا أغراض؟ لا ليش ما أدري. بشو بدي أدرس أفوان أفندي؟ أبوك الله يطولنا بعمره راح لعند الحكمدار وفكني من العسكرية. أبي؟ إيه الله يطول بعمره ويخيلنا يا عز وجاه للحارة. أيوة بس أنا اللي بعرفه إنه أبوك هو اللي راح على السرايا، كلمته عند الحكم دار والوالي ما بتصير تنتين، ولا شو حكي؟ ولكن مين حكى الحكي؟ مين حكى الحكي؟ إلا نفوت نسأل زباينك ونشوف مين حكى الحكي. لا لا توضح، شو تسأل الزباين؟ شغلة سرية كتير بدك تفضحنا أنت؟ يا عيب شو ما عليك، يا عيب شو. جيتي ديبه خانو؟ ايه جيت. ديبه خانو؟ مين مات بالحارة؟ ام نجيب. ماتت ماتت؟ لا ماتت شوي وراجعة، شو رأيك؟ وشلون ماتت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون ماتت يعني؟ مثل ما بيموتوا كل الناس. قصدي ديبه خانو، يعني شو سبب موتها؟ مرة مريضة ماتت الله يرحمها. شو كان مرضها دي بخانو؟ مثل مرضك تمام. هي كسبة الربعيد، كسبة الربعيد. وليه شو عاملة؟ شو هالريحة؟ ما في ريحة دي بخانو، ما في ريحة. ما في ريحة؟ ولك أنا شو نبهت عليكي؟ أنا مو قايلت لك إذا بتعمليها بدي أسلخ جلدك؟ دخيلك دي بخانة، دخيلك والله ما عم تحس على حالي. ما عم تحسي؟ الله يخليك.